تستمر مديرية بلديات نينوى بتقديم الخدمات للمناطق المحررة. اليوم نحن متواجدين في ناحية القيارة، حيث تشهد ناحية القيارة أعمال تبليط، ولحد الآن بلغت كمية الشوارع المبلطة بحدود 9 كيلومتر، وكذلك القوالب الجانبية والأرصفة بحدود 8 كيلومتر. كذلك أنجزنا الكثير من المشاريع التي من شأنها دعم عملية الاستقرار. اليوم والحمد لله جنوب الموصل تشهد استقرارا أمنيا وعودة خدمات حقيقية، تمخضت بعودة النازحين بهذه المناطق بنسبة بحدود 100%. إن شاء الله نتطلع أن نقوم بتقديم الخدمات كثيرة سواء لجنوب الموصل أو سهل نينوى وكذلك غرب الموصل حتى المدينة القديمة. إن شاء الله سيتم مباشرة بها كل هذه الخدمات التي نقوم بها. نطمح أن نحقق عملية الدعم والاستقرار لعموم محافظة نينوى حتى نساعد على عودة النازحين والقضاء على مخيمات بشكل كامل. اليوم نحن الحمد لله نحن فرحين بهذه الخدمات التي نقوم نقدمها لأهالي جنوب الموصل. بصراحة لم تشهد هذه المناطق حجم هذه الخدمات حتى قبل 10/6. نسبة الشوارع المبلطة كما أسلفت بحدود 9 كيلومتر، وهذا رقم جيد. نتطلع أن يكون لنهاية السنة أن نقدم مشاريع كثيرة سواء لجنوب الموصل أو المناطق الأخرى. تشرفنا اليوم بزيارة الأستاذ عبد القادر الدخيل مدير بلديات نينوى، مشكورا الذي قام بزيارة إلى مديرية ناحية القيارة وبلدية القيارة للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز الناحية. حقيقة اطلعنا على أعمال التبليط والتأهيل التي أنجزت قبل عدة أيام، ومنها شارع المستشفى وكذلك الحولي وكذلك مدخل القيارة الصيدين الشمالي. الحقيقة السيد المدير وعد بتقديم المزيد من الخدمات لمركز الناحية ولبلدية الناحية من الآليات وكذلك زيادة التخصيصات، ووعدنا أيضا بأن يكون هناك صايد آخر في المدخل الشمالي. وطلع سيادته سيد المدير على المدخل الجنوبي للناحية الصيدين الذي يستمر فيه العمل حاليا، وكذلك وعدنا المزيد من العطاء والمزيد من الإسناد لبلدية القيارة. وكذلك لدينا العديد من الشوارع سوف يقوم بتأهيلها وتبليطها في القريب العاجل إن شاء الله. تشرفنا اليوم بزيارة أستاذ مدير بلديات نينوى محترم أستاذ عبد القادر الدخيل، وذلك الغرض الاطلاع على الواقع الخدمي في ناحية القيارة، حيث تم إكساء شوارع في ناحية القيارة بما يقارب 8000 متر طول، وكذلك بناء قوالب جانبية أرصفة بما يقارب 10000 متر طول، وذلك منذ عملية تحرير ناحية القيارة لحد الآن، وكذلك إنشاء السايد الثاني للمدخل الجنوبي والسقيفة ناحية القيارة ومعالجة حفر التخصفات، حيث أن ناحية القيارة تعتبر من النواحي المهمة وذات كثافة سكانية في منطقة جنوب الموصل. إن الواقع القدمي في ناحية القيارة بالنسبة لنواحي محافظة نينوى يعتبر جيد مقارنة مع عدد السكان الموجودة في ناحية القيارة.